ما فيش فعاليه امام المرمى، ما فيش فعاليه امام مرمى كواديا هذا. لابد من الحلول. فتح سلاطني صايب مرفوع علي مراكشي، يلا يا مراكشي تبقى مع الكره، مراكشي جدا، خاصة لأن المقابلة صعيبة جدا. إن شاء الله درك باش مقابلة في وقت سيكولوجي مهم. نقدر نقول كذا الحل؟ إن شاء الله درك نديروا تعديلات ويكون إن شاء الله يكون إن شاء الله يا وإن شاء الله يكون الحل ونشوف الإعادة والكورة. جوري ميراك شوط خطاب حذاري من الأخطاء. في هذه الأونة بالذات سيداتي السادة، إذا أمكن حسن تفضل. عادل لا تشتري هدف في هذه المقابلة. سوزي بودالا سادي وبادي بامالي أودونا ميسيكا وبوكوري يدرب التشكيلة الأوروبية السيد حاسولي وكمانجر عام السيد أودونج أنجيلو السيد الشلماني يعلن عن انطلاقة الشوط الثاني هذا. تذكر النتيجة لصالح الفريق الوطني الجزائري بهدف مقابل صفر، الهدف كان سجل في الدقائق شوف الخطا اللي هنايا يجب الحذر في منطقة الدفاع. صايب بالرأس دي صايفي ينطلق صايفي أكواليا في صعوبة كبيرة. صايفي كانت النية طيبة منه بصعوبة كبيرة الحارس كواليا عدا والهربة نتاع صيفي حبي ضغط صعوبة الحارس كواليا مرتين إدكار وابدي صعيبة وابن عبد الله الحسن عاد صعيبة شوف كاد باش يعدل النتيجة يحاول بالسلاط يحاول من بعيد وباجي السلاط يحاول يرفع ناحية مراكشي هنا في ملعب 19 ماي 56 وكل الجمهور يهتز في هذه اللقطة لمراكشي صدقة من السلاطي رأسية من مراكشي والهدف الثاني وهكذا تصبح حظوظ فريقنا الوطني كبيرة للتأهل وللذهاب إلى دولة غانا ونيجيريا. ممتاز حقيقة مراكشي وهدف ثاني تحية تقدير من الجمهور إلى رقم 9 هذا مراكشي اللي قام بدور كبير اليوم بعد مجهود فردي في الشوط الأول تمكن من فتح باب التسجيل وهو يعيد الكرة ويسجل الهدف الثاني في الشوط الأول. يتحرر ما كانت عقدة سيكولوجية يتحرر الفريق الوطني الجزائري وحذاري من الأخطاء صايفي ترجع الكرة صايفي أمامه
من ما توصلش المر راكشي مير حتش الكرة وتماسي سبع فرق لغن. شوف الرأسية الجميلة والهدف الثاني هي الجميلة والهدف الثاني لمراكش. وبدي مع ميتيا با إدجار من بعيد و بن عبد الله للرسمية حاول إفاقة إدجار رقم 7 من بعيد حوالي 25 متر. إدجار يرجع للوراء سقدود الرفقة نتاع يكون التكهير غادي يخرج ويدخل حمدود ثم فيه تغيير اخر غازي فريد مكان صيفي سولي مكان صيفي والجمهور يحتج الجمهور يحتج على خروج صيفي غازي إذن وحمدود يخرج صيفي تحت تصفيقات الجمهور. تفضل حسن تفضل. صيفي يعطيك هذه المقابله ممتازه الفريق الوطني منتصر بهدف لهذا كيف المقابله قلنا في ريتم قويه في البدايه انك بد ان تحتفظ بهذه النتيجه وابدي صعبة بابا 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 كادي خادع كادي خادع بن عبد الله في هذه اللقطة المباشرة إذا كان يقظ وتثمر له هدف بنقول محقق. شوف الإعادة تهاون الدفاع نتاعنا اللي نال منه تعب وعجوب ربما سيعلن السيد جماني عن نهاية المباراة هذه. حذري حاول يقوس حاول يقوس حاول يقوس وبن عبد الله دون نتيجة دون نتيجة. سيد الشلماني ينظر للساعة تاعه سيد الشلماني ينظر للساعة تاعه وسيعلن في المباراة التي كانت صعبة بالنسبة لعناصرنا الوطنية لقطة سيكولوجي كبير كان عليهم وفي هذه الهاوية بالذات في هذه الهاوية بالذات السيد المالي يعلن عن نهاية هذه المباراة. لحظة تفضل حسن تفضل تفضل تفضل. لا شوف رانا نشكر الله ان الفريق الوطني تأهل لكأس افريقيا نظن هذا هو المهم لان من بعد عنده فتره عمل يعني ناقصين يعني خاصه في اخر موسم هذا الفريق تعبان من الناحيه البدنيه ومن الناحيه السيكولوجيه دونك هذا عمل تاع المجهود كامل ولكن نتمنى ان شاء الله نطهروا وطوروا الكره الجزائريه ترجع لمكانها ان شاء الله. عبد العزيز لا يمكن تشوفوا بعض اللاعبين